بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الرساله البابويه لعيد القيامه المجيد من حضره صاحب القداسه والغبطه البابا المعظم الانبا شنودة الثالث بابا الاسكندريه بطريرك الكرازه المرقسيه. ابنائي الاحباء في المهجر كهنه وشعبا، اهنئكم جميعا بعيد القيامه المجيد، راجيا لكم فيه سلاما وبنيانا وكل خير وبركة، وأحب أن أسمع عنكم كل حين أخبارا سارة عن نموكم الروحي ونشاطا في خدمة الكنيسة وبناء ملكوت الله على الأرض. عيشوا في أفراح القيامة، لأن القيامة فرح من كافة النواحي. نحن نفرح أولا لقيامة المسيح، لأن بقيامته داس الموت وصار باكورة الراقدين، أي طليعة لموكب القائمين من الموت في كل الأجيال. وكما قام هو سنقوم نحن أيضا وننتصر على الموت في القيامة. ونحن نفرح بالقيامة لأنها ستكون لنا فيها أجساد روحانية سماوية، حسب قول القديس بولس الرسول في كورنثوس الأولى 15 أعداد 44-49. وهذه الأجساد سوف لا يكون للغرائز والشهوات سلطان عليها، ولا للمرض أو الضعف، ولا يكون سلطان عليها من المادة ولا من الجاذبية الأرضية، لأنه لو كان للجاذبية الأرضية سلطانا عليها لسقطت من السماء إلى الأرض. ونحن نفرح بالقيامة لأننا سنلتقي فيها مع أقاربنا وأحبائنا وأصدقائنا الذين افترقوا عنا وسبقونا إلى السماء، بل نفرح فيها بالأكثر بعشرة الملائكة والقديسين في الدهر الآتي. إنها متعة عظيمة بلا شك أن يتمتع الإنسان هناك بالتعرف على كل الأنبياء والرسل الذين وردت أسماءهم في الكتاب المقدس، وأن يتعرف شخصيا على كل الشهداء في كافة العصور وكل الآباء القديسين وكل الرعاة الصالحين وكل الذين اتصفوا بفضائل عميقة ميزت حياتهم عن غيرهم، كما يتعرف أيضا على كل أبطال الإيمان وكل أبطال التاريخ الذين عاشوا حياة صالحة، وكل آباء البرية وكل أمثلة الفضيلة على مدى العصور. ونحن نفرح بالقيامة لأنها بداية الدخول في النعيم الأبدي وفي الخلود، وذلك الذي لا يتمتع به إلا الغالبون حسب وعد الرب لهم في سفر الرؤيا في إصحاحات 3:2. وحينما نتحدث عن هذا النعيم نجد اللغة قاصرة عن التعبير، والفهم أيضا قاصر، والخبرة غير موجودة لأن ساعتها لم تأتي بعد. ويكفينا قول الكتاب عن هذا النعيم الأبدي: ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الرب للذين يحبونه. فمهما يخطر على فكرك من أوصاف لا يمكن أن يعبر عن الحقيقة،
لأن ما أعده الله للأبرار لم يخطر على بال إنسان. ونحن نفرح بالقيامة لأننا سنحيا فيها مع الله نفسه حسب وعده الصادق، حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، لأننا سنعيش معه في الأبدية في أورشليم السمائية التي قيل عنها في سفر الرؤيا أنها مسكن الله مع الناس وأنه سيسكن معهم. ما أعظمها متعة هذه التي قال عنها القديس بولس الرسول: ونحن مع الرب في كل حين. حينئذ تتعمق معرفتنا بالله الآب كما قال له ربنا يسوع المسيح: هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك. وكما قال بولس الرسول عن معرفته وجها لوجه. أخيرا يا أبنائي الأحباء، أترككم بخير معافين في الرب ومحاللين من روحي القدوس. البابا شنودة الثالث، أبريل سنة 2006. خريستوس أنستي. المسيح قام. باسمكم بنقدم التهاني لحضرة صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، ونطلب من الله أن يعطيه القوة والصحة والعافية. نصلي من أجل سلام أبينا حضرة القداسة والغبطة البابا الأنبا شنودة الثالث. نصلي من أجل سلام العالم. نصلي من أجل سلام إخواتنا الأقباط في مصر. نصلي من أجل سلام مصر وكل شعبها. بنقدم ليكو التهنئة بعيد القيامة المجيد. كل سنة وحضراتكم طيبين. أحب بس أفكركم بكرة إن شاء الله هيكون عندنا احتفال مدارس الأحد بعيد القيامة المجيد الساعة 12 للساعة 2 بعد الظهر. وكل سنة وأنتم طيبين. لربنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين. In the Father, the Son, the Holy Spirit, one God, Amen. The papal message from His Holiness Pope Shenouda III on the occasion of the glorious feast of the Resurrection. My beloved children in the lands of the immigration, priests and congregation, I congratulate you all for the feast of the Resurrection, wishing you all on this feast peace and edification with all goodness and blessing. I always love to hear good news about you regarding your spiritual growth and active service in the church and building the kingdom of God on earth. Live in the joy of the resurrection, for the resurrection is joy in all aspects. We rejoiced first in the resurrection of Christ, for by his resurrection he trampled upon death and became the first fruits of those who have fallen asleep. That is the first in the procession of those who rise from the death in all generations, and just as he rose, we will also rise and be victorious over death in the resurrection. We also rejoice in the resurrection, for in it we will have spiritual heavenly bodies, according to the saying of St. Paul the Apostle in his first epistle to the Corinthians, chapter 15, verses 44 and 49.
lusts and desires will not have authority over these bodies, nor sickness or weakness, neither materialism nor earthly gravitation will have authority over them. For if the earthly gravitation had authority over them, they will fall from heaven to earth. And we rejoice in the resurrection, for we shall meet all of our relatives, our loved ones, and our friends who have been separated from us and preceded us to heaven. We will greatly rejoice in the resurrection, even more because of the company of angels and saints in the coming age. Indeed, it is a great delight, without any doubt, that the person enjoys knowing all the prophets and apostles whose names were written in the Holy Bible, and to know personally all the martyrs in all the ages, all the saintly fathers and all the righteous shepherds, and those who have been characterized with deep virtues that distinguish their lives from others. The person will also know the heroes of faith, the heroes of history who lived a righteous life, as well as the desert fathers and all the examples of virtue over all the ages. We rejoice in the resurrection, for it is the start of entering into the eternal delight and into immortality. No one will enjoy this except those who overcome according to the promise of the Lord to them in the book of Revelations. When we talk about this joy, we find that language falls short of expression. Understanding is limited. Experience is non-existent, for its hour has not yet come. The saying of the Bible about this eternal joy is sufficient. Eye has not seen, nor ear heard, nor have entered the hearts of man the things which God has prepared for those who love him. No matter what crosses your mind of explanations, these cannot express sufficiently this truth. For what God has prepared for the righteous cannot ever be comprehended by the mind of a person. And we rejoice in the resurrection, for in it we shall live with God himself, according to his faithful promise that where I am, you may be also. We shall live with him in eternity in the heavenly Jerusalem, about which the book of Revelation says that is the tabernacle of God with men. God himself will be with them. What a great delight is that which St. Paul the Apostle said, thus we shall always be with the Lord. Then, knowledge of God the Father will be deepened as our Lord Jesus Christ said to him, and this is eternal life, that they may know you, the only true God. And as Paul the Apostle said about knowing him face to face. Finally, my beloved children, I leave you in goodness, and be well in the Lord, and absolved from his Holy Spirit, signed by his holiness Pope Shenouda III, Pope of Alexandria and the Patriarch of the See of St. Mark, April 2006. And on this glorious occasion, would like to, on behalf of our beloved congregation, offer our warmest greetings and congratulations to His Holiness Pope Shenouda III on this occasion, the Feast of Feasts, the Feast of Resurrection. Praying to God to keep him for us for many years and peaceful times, and grant peace and tranquility to his church in Egypt and over all the world. And as we say in our prayers, raise the affairs of Christians. May also
God continue to strengthen His holiness and continue the outpouring of wisdom as He shepherds the flock of Christ. Christos Anesti, Christ is risen. I'd like to also congratulate each and every one of you who are gathered here and those who are joining us via the internet on this glorious occasion. Pray to the Lord that this may indeed become a personal blessing for each and every one of us. As His Holiness said, spiritual growth is something that brings joy to God, and to, of course, He delights in hearing about news of spiritual. So may this occasion be an opportunity for spiritual growth of each and every one of us gathered here. As we continue to celebrate through the Divine Liturgy, tomorrow we gather again around 12:00 to continue our celebration with Sunday school activities. We all come exchange greetings and have fellowship tomorrow between the hours of noon and 2:00. Also on this occasion, I would like to acknowledge and welcome Professor Margot Fassler from Yale University, Professor Peter Jeffrey from Princeton University, and Mr. Sakin Ramadran and Brian Noel, both from Yale, and the camera crew and audio, Andy Reichman, Jeff Hoyt, Ted Maynard, Jim Gehr. We'd like to thank them especially for their interest in the Coptic Church and their interest in Coptic hymns and music. We'd like to thank them and welcome them to the Church, Coptic Orthodox Church of St. Mark, and thank them for their effort. Well, we all wish you all have a blessed Feast of Resurrection, and to Him be the glory now and forever unto the end of all the ages. Amen. Σοφέ ο Θεοπρόσχομεν,
We believe in one God, God the Father, the Pantocrator, who created heaven and earth, and all things seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten not created, of one essence of the Father, by whom all things are made, for us men and for our salvation, came down from heaven, and was incarnated in the Holy Spirit, and of the Virgin Mary, and became man, and he was crucified for us under Pontius Pilate, suffered and was buried, on the third day he rose from the dead, according to the Scriptures, ascended into heavens, he sits at the right hand of his Father, and he is coming again as Lord, judging the dead, whose kingdom shall have no end. Yes, we believe in the Holy Spirit, the Lord, the life giver, who proceeds from the Father, with the Father, the Son, is worshipped and glorified, who spoke by the prophets, and one holy Catholic Apostolic Church, we confess from baptism for the remission of sins, we look for the resurrection of the dead, and the life of the age to come. Amen. Ten goshte bol chayel ten ti anastasi sen ten yerev mo. والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالزهور المحي الذي بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلامة السمائية هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا وطهرنا من كل دنسل ومن كل غش ومن كل ريان ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الموت وجعلنا مستعقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبة غير المائتة السمائية بالمسيح يا يسوع ربنا اسبازست الليل
من في لماتي اجيو امين كريا ليسون كريا ليسون
آنا آتولي انت تنب ابي سيستيريو اربي صمان بي اسنو انت امنوي Sotie emul ele.
محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة الروح القدس فلتكن مع جميعكم ومع روحك مستحق وعادل مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكائن السيد رب الله حق الكائن قبل الدور والمالك للأباد الساكن في الأعالي والنازل المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى ما لا يرى الجالس على عرش مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة أيها الجلوس كفو الذي يقف أمامه الملائكة رؤساء الملائكة والرؤسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوة وإلى الشرق انظروا أنت هو الذي يغوى عولك الشاروبيم تلون عينا والسارفيم سل أجنحة يسبحون على الدوام بغير سقوط قائلي نونسي الشروبين يسجدون لك والسرافيم يمجدون صارخين قائلين قدوس 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 رب السباوت السماء والأرض مملوءتان
سبنوتي في إطاف إرياب لاب لاب زينم منو وهاف ثميون أواف كان خم بي باراديسوس اندبو أونوف خنب جن إثرين برابنين ذين تغندوليه تنتي عباتي انت بهاف انهي ايفل خم بيون خنيني اوه ابرزق سنم منفول خم بي فاراديسوس انت بو اونوف ام من كان انسو اوك انشا ايفل الله جم بن شيني خن امون ايفل هتن كبرو في تيسس اوام او خنت خا ايه انت بهواك ان هن ايفل انون خانيت همسي خن بكاكي نمت خي بي ام اف مو هيتم بك منو جنيس شيري بن شوي سوو بن نوديو بن سوتير إيسوس بيخري إيستوس فايته إيفل خم بيبن ما يتوابن بيفول خنتي بارثينوس يتواب ماري of salvation, he granted birth from on high through water and spirit. He made us unto himself a congregation, sanctified us by your Holy Spirit. He loved his own give himself up for our salvation unto death which reigned over us, whereby we were bound and sold on account of our sins. He descended into hands through the set at your right hand, O Father. He has appointed a day for recompense on which he will appear to judge the world in righteousness and give each one according to his deeds. According to your mercy, O Lord, and not according to our sins. Wa wada'alana
لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلعيب ولدنس الطباويتين المحييتين. نؤمن أن هذا هو بالحق والسماء إليك يا الله أباه وسيد كل أحد وشكرا. آمين. وباركه. آمين. وقدسه. والرسل الأطهار قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري. هذا هو بالحق قاتيا آمين. Likewise also the cup after supper he mixed of wine and water. He gives thanks. Amen. He blessed it. Amen. And he sanctified it. And saintly apostles saying, take drink of it, all of you, for this is my blood of the new covenant, which shall be shed for you and for many
to be given for the remission of sins. Do this in remembrance of me. This bread and drink of this cup, you proclaim my death, confess my resurrection, and remember me till I come. Amen, amen, amen. تشربون من هذه الكاس تبشرون بموته وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجد.
كلامه المقدس وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهور السن الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال آلين أسجد لله بخوف ورعدة نسبحك نباركك نخدمك يا رب ونسجد ودونك براسكم آمين اوه باي ايك من انت في ايفن سوما Christ, given for the remission of sins and eternal life to those who partake of Him. Lord, have mercy.